بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا للجزء الخامس من الوحدة الأولى، وبالتالي الجزء ده الخاص بامتحان كتاب جيم على الوحدة الأولى. لو ما شفتش الأجزاء اللي فاتت هتلاقي الروابط بتاعتها موجودة في صندوق الوصف. الجزء الأول الكلمات، الجزء الثاني القواعد، الجزء الثالث أسئلة الكلمات، الجزء الرابع أسئلة القواعد، وعامل كمان رابط لقائمة موحدة علشان تشوف الوحدة الأولى كلها على بعض. يلا نروح نحل مع بعض التست ونرجع لبعض تاني. الجملة نمبر 1 بتقول the city has 8 not each with a representative on the city council. المدينة ليها districts 8 ضواحي او احياء. letter C هي الاجابة الصحيحة. نمبر 2 why not، اتفقنا ان بعده while ما بيجيش فاعل زي ما انت شايف، فطالما ما فيش فاعل يبقى الفعل هيجي على طول. while making letter A. نمبر 3 they still live in the small house they not 30 years ago. لسه ما زالوا عايشين في البيت الصغير اللي اشتروه. Boat letter C 30 years ago. Number 4 it's a not to greet someone when you meet him or when you meet them. دي عادة، عادة شعب، custom. letter B هي الإجابة الصحيحة، انك تشوف حد فتسلم عليه دي عادة. Number 5 using a typewriter is not now we use computers. استخدام الآلة الكتبة دي خلاص أصبحت old fashioned. The letter D إجابة letter D الإجابة الصحيحة، أصبحت موضة قديمة، خلاص بنستخدم الكمبيوتر. Number 6 when the police saw the thief they not to take action and arrest him. They wanted when عندما بيجي بعدها ماضي بسيط، الناحية التانية أي شكل من أشكال الماضي، يعني ينفع ماضي بسيط أو ماضي مستمر أو ماضي تام. بس امتى ده وامتى ده وامتى ده؟ ماضي بسيط، ماضي بسيط لو الاثنين حصلوا في وقت واحد، فهم البوليس شاف اللص، فطبعا في نفس اللحظه قرروا انهم ياخدوا اكشن معين او ارادوا انهم ياخدوا اكشن معين ان هم يقبضوا عليه، فبالتالي مش محتاجه ان هو ياخد وقت، يعني مفيش فاصل زمني. ما ينفعش ماضي تام، يعني ما ينفعش يبقى في حاجه مثلا انا شفته فهقرر بعد شويه ان انا اقبض عليه يكون هرب، اكيد مش ماضي تام. وما ينفعش ماضي مستمر، لان الماضي المستمر معناه ان كان في حدث مستمر وفي حدث قطعه وده مش حاصل، ولكن عندما شافوا اللص letter B هي الإجابة الصحيحة، قرروا أو أرادوا أنهم ياخدوا أكشن. letter number 7 دكتور مجدي يعقوب has performed a new type of surgery he is considered a not in his field. هو يعتبر pioneer، رائد في مجاله. letter B هي الإجابة الصحيحة. number 8 when the old lady returned to her flat لما عادت السيدة العجوز إلى شقتها she found that someone had broken in not her absence أثناء غيابها. فين كلمة أثناء؟ during. during أثناء letter C هي الإجابة الصحيحة، وطبعا زي ما أنت شايف during جاي بعدها اسم اللي هو absence الغياب. number 9 after not his car under a no parking sign the police drove it away. after لما بيجيش بعدها فاعل زي ما أنت شايف بيجي بعدها الفاعل زي على طول اللي هو parking letter A. number 10 I have a 10 knot break. اتفقنا قبل كده ان break الفسحة، انا بوصف الفسحة ان هي 10 دقايق فهتبقى 10 minute. لما تبقى الصفة عبارة عن كلمتين او اكتر زي ما انت شايف قدامك اللي هي 10 minute دي، فبنحط شرطة بين الاثنين وده حصل، وما ينفعش نجمع الكلمة ما نحطش اس الجمع فهنختار minute letter B. number 11 having لما بتيجي في اول الكلام بيجي بعدها التصريف الثالث having completed letter D هي الاجابة الصحيحة. completed الاجابة الصحيحة. number 12 as we not down the hill a strange object appeared in the sky. as اللي هي تساوي while بيجي بعدها ماضي مستمر اللي هي were driving letter C. number 13 when my father was young he always not to work. طبعا بيتكلم عن عادة اعتاد ان يفعلها في الماضي، كان متعود وهو صغير انه يمشي، مشى في الماضي walked letter B الاجابة الصحيحة. number 14 let's close up the shop early this evening not. انا عايز سؤال مزيل على let's. خد بالك let's ده طريقة من طرق الاقتراح، والسؤال المزيل بتاعها اللي هو shall we، احفظ دي let's لما تشوفها لو عايز تعمل عليها سؤال مزيل اللي هو بمعنى اليس كذلك. طالما انت شايف let's في اول الكلام يبقى السؤال المزيل بتاعها shall we وانت مغمض، الاجابة الصحيحة letter D. number 15 he had a newspaper not open on his knee. طبعا he had a newspaper spread
spread open. spread open يعني الجريدة spread open مفتوحة على يعني موجودة وفاتح النيوز بيبر دي على رجله. number 16 I can't find the remote control not. انا مش لاقي الريموت كنترول في اي مكان. طبعا الجمله المنفيه زي ما انت شايف اللي هي can't find، فبالتالي اختار anywhere اللي معناها في اي مكان. عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، ان الامتحان اسئلته عباره عن اربع اسئله. السؤال الاول اختياري من 16 جمله، السؤال الثاني قطعه وعليها اربع اختيارات واربع اسئله مباشره على القطعه، يعني 8 اسئله. السؤال الثالث ترانسليت من انجليش لعربي ومن عربي لانجليش، والسؤال الرابع اساي المقال زي نظام امتحان السنه اللي فاتت بالظبط سنه تانية. اوكي دي القطعه يا شباب، بنتكلم عن الصوت العالي والمزيكا والازعاج. طبعا انا هوقف كده، انت توقف الفيديو وتقرا براحتك، ده اول جزء منها. الفقره الثانيه اهي، الفقرة التالتة خد بالك من this اللي هي دي عشان هيجي عليها سؤال، هتوقف تقرا براحتك وبعدين تيجي تحل معايا الأسئلة. السؤال الأول بيقول how can loud noises affect us، كيف تؤثر علينا الضوضاء العالية؟ الضوضاء بتأثر علينا ازاي؟ طبعا الإجابة الصحيحة letter D they can damage the inner ear، ممكن تدمر الجزء الداخلي من الأذن. letter D هي الإجابة الصحيحة. number 2 What do hearing safely experts want us to do when we come across a really loud noise؟ الاكسبيرتس الخبراء عايزين مننا ان احنا نعمل ايه لما نعدي في وسط الضوضاء عاليه، المفروض ان احنا نعمل ايه؟ اول حاجه block walk and turn، ثلاث حاجات دول بالترتيب كده. block letter C هي الاجابه الصحيحه، لو انت قاري القطعه كويس هتلاقي الكلام ده مكتوب في حرفيا في القطعه. block walk and turn letter C. number 3 when can listening to headphones put our ears at risk، امتى الاستماع للهيدفونز، انك تسمع الهيدفون السماعه، امتى الاستماع بالسماعه بيحط ودننا في ريسك مخاطره؟ طبعا الاجابه الصحيحه letter A when we listen to it at high level every day، لما نسمع بصوت عالي كل يوم high level. letter A هي الاجابه الصحيحه. number 4 what does the underlined pronoun this refer to، كلمة this هنا بتشير لمين؟ letter C اللي هو closing our windows and doors، closing our windows and doors. number 5 illustrate how we can avoid loud noises، mention two points، وضح ازاي ممكن نتجنب loud noises وقول لنا او اذكر لنا نقطتين. طبعا ممكن ان احنا وير اير بلاجز اور اير مافس، نحط حاجه على ودننا تسد الصوت، ان احنا سيت يور تلفزيون اور ستيريو تو ذا لوست فوليوم، ان احنا نوطي التلفزيون او الستيريو بتاعنا على اقل حاجه. ممكن كمان ان احنا اد كيرتنز، نحط ستاير تو كيب out noise، ان احنا نحتفظ بالضوضاء في الخارج. هنشوف الاجابات بتاعت الاربع اسئله ورا بعض، 5 و6 و7 و8، هحطهم مكتوبين قدامك بعد ما نخلص حل. number 6 بيقول give two examples of everyday activities، ادي مثالين للانشطه اليوميه that put our hearing at risk، اللي بتعرض سمعنا للخطر. طبعا listening to an iPod، الاستماع للايبود، وplaying loud video games، والالعاب الفيديو جيمز العاليه. number 7 بتقول what are the two types of harmful noises، اديني نوعين او ايه النوعين بتوع الضوضاء الهارمفول الضاره. the sounds which are too loud، الاصوات العاليه قوي، and too long والطويله قوي. number 8 what do you think we should do، ايه اللي المفروض نقدر نعمله if our neighbors use noisy leaf blowers or lawn mowers، give two points. لو جيراننا بيستخدموا اللون مورز اللي هي الالات بتاعت ازاله الحشائش بصوت عالي، يعني بيستخدموا حاجات عاليه، ممكن نعمل ايه؟ give two points. we should close our windows، اول حاجه نعملها ان احنا نقفل الشبابيك and doors والبيبان to block the sound، عشان
نطلع الصوت بره. وي شود تيل ذا بوليس، ولازم نخبر البوليس ده لو بيحصل عندنا ده، ما كان الناس كلها راحت الاسم يعني. ودي الاجابات. الترانزليشن ماني بيبل ميس اندرستاند، علشان تترجم صح لازم تبدا بالفعل، عشان تترجم من انجليزي العربي لازم ابدا بالفعل. يبقى اول حاجه هنقول يو سي ميس اندرستاند، يو سي فهم، يو سي الكثير من الناس او يو سي كثير من الناس فهم ذا ترو مينينج اوف فريدم، المعنى الحقيقي للحريه. فريدم doesn't mean، لا تعني الحريه that we have the right، اننا لدينا الحق to do just as we like، لدينا الحق ان نفعل ما نحب. We must respect the freedom of others، يجب أن نحترم حرية الآخرين. طبعا هكتب لك الترجمة بعد ما نخلص ترجمة العربي إنجليزي. تساهم وسائل الإعلام في توجيه الرأي العام نحو أهمية الثقافة والعلم في تطوير أي أمة، لذلك يجب أن تلتزم بالمعايير الصحيحة والأخبار والتحليلات الصادقة. علشان تترجم هنا بقى من عربي لإنجليزي هنعمل عكس، بدل ما نبدأ بالفعل لازم نبدأ بالفاعل، فالفاعل هنا اللي هو وسائل الإعلام، فهنقول ماس ميديا. ماس ميديا تساهم أو تشارك فيه يبقى take part in، يبقى لما نقول تساهم وسائل الإعلام في توجيه الرأي العام هنقول نبدأ الأول بوسائل الإعلام اللي هي ماس ميديا، وبعدين تساهم فيه اللي هي take part in. توجيه بقى اللي هي directing الرأي العام، the public opinion، the public opinion تجاه او نحو، towards، towards يعني نحو أهمية الثقافة والعلم، أهمية the importance، الثقافة the importance of culture، الثقافة والعلم and science في تطوير أي أمة، in the development، in the development أي أمة، the development of any nation، of any nation يعني تطوير أي أمة. لذلك يجب أن تلتزم نلتزم أو تلتزم بالمعايير الصحية، لذلك therefore أو so. يجب هنا لازم أبدأ بمين اللي يجب اللي هم الماس ميديا، يبقى هقول they اللي هي الفاعل، وبعدين يجب should يلتزم ب stick to المعايير الصحيحة، the right criteria المعايير الصحيحة، والأخبار والتحليلات الصادقة، الأخبار والتحليلات الصادقة يعني honest news and reports. ودي الإجابة بتاعت الترجمة. وبكده يكون انتهى الجزء الخامس وانتهت الوحدة الأولى. الجزء الأول كان الكلمات والمصطلحات، الجزء الثاني كان القاعدة، الجزء الثالث أسئلة الكلمات وشرحها بالتفصيل، الجزء الرابع أسئلة القواعد وشرحها بالتفصيل، والجزء الخامس الامتحان مفصل. كل الحلقات دي الرابط بتاعتها موجودة في الوصف، كمان عاملين قائمة تشغيل كاملة موجود برضو الرابط بتاعها في الوصف. أشوفكم بقى الحلقة الجاية الخاصة بالوحدة الثانية. إلى اللقاء.